اليوم بصبحي ريفيلز راح نحكي لكم عن مسلسلكم المفضل عروس بيروت، ومثل العاده بحب اعمل لكم مفاجاه. واول مفاجاه انه اليوم راح تشوفوا اللمحه الاولى لشخصيه فارس اللي هو ضافر العابدين بالموسم الثالث من عروس بيروت، فخلينا نشوف التيزر حصريا. هالمرة يا صديقي انا هربت لحد وين؟ انا لا رحشن. اسمع، هيك بتضلك فارس الظاهر اللي ما بيخسر وما بينكسر. راح ترجع توقف على رجلي، كان متأكد من هذا الشيء. الحب الحقيقي بيتخطى كل المسافات. عروس بيروت الموسم الثالث ابتداء من 23 من يناير على NBC4. المسلسل رح ينطلق عرضه ب 23 يناير على شاهد وعلى NBC4 بنفس الوقت. ومثل ما شفتوا فارس جاني من بعد الوضع الاقتصادي الصعب اللي وصل له، لكنه بيضل فارس الظاهر اللي ما بينكسر، ولكه بالبدلة بدل انه رح يرجع يوقف على رجليه.